دشن في العاصمة المؤقتة عدن مهرجان الشعوب والتراث الثالث بمشاركة المحافظات الجنوبية وممثلين للجاليات الأجنبية من المواطنين القاطنين في عدن. وكانت اللجنة المنظمة لمهرجان الشعوب والتراث الثالث استبعدت الفرق المشاركة من المحافظات الشمالية من المشاركة في مهرجان هذا العام بحجة الأوضاع الأمنية، الأمر الذي لقي استهجانا واسعا من المشاركين. وقالت مصادر في اللجنة المنظمة إن أوامر من قيادة التحالف العربي في عدن ومذكرة تسلمتها من إدارة أمن عدن الواقعة تحت نفوذ ميليشيا الانتقالي تقضي باستبعاد المحافظات الشمالية من المشاركة في المهرجان. وخلال العامين الماضيين شاركت الفرق الممثلة للمحافظات الشمالية في مهرجان الشعوب والتراث الأول والثاني، وبعد سيطرة ميليشيا الانتقالي الإماراتي على عدن تم استبعاد المحافظات الشمالية من المشاركة برغم وجود ممثلين في المهرجان عن جاليات ودول أجنبية في عدن. تم تجميد واستبعاد مشاركتنا لهذا العام لأسباب حسب ما وصلتنا من إدارة المؤسسة وحسب المذكرة وصلتنا أنه أسباب سياسية أو متغيرات سياسية اللي حصلت في عدن. فنحن يعني آسفين وحزنانين على انه ما شاركناش في المهرجان، لانه المهرجان يعني لنا الكثير واحنا من 2017 مشاركين في المهرجان، فهذا الامر مؤسف جدا جدا جدا. منع او حرمان محافظات شماليه من المشاركه ترك انطباع سيء للناس كثير، لانها خلطت بين السياسه والثقافه، كان المفروض ما تخلطش ولا تقرب ولا تكون ولا يكون فيها اي تقارب، لانه هذه لغه الشعوب، وهي المفروض يكون عدن يعني جامعة للجميع.